لكم وهزم الأحزاب وحده. هنيئا لكم أيها المسلمون، بالأمس القريب استقبلنا شر مطانا وبالبارحة ودعناه مقبلا إلى ربه شاهدا لنا أو علينا. هنيئا لكم أيها الصائمون، أقبلتم في يوم عيدكم هذا على رب الكريم يمن بالخير وتزي عليه بالثواب الجزيل. فهنيئا لكم أمرتم بالصيام فصمتم، وأمرتم بالقيام فقمتم، وأطعتم ربكم فاقبلوا من ربكم سبحانه وتعالى جوائزكم. ثم يوم القيامة ينادى عليكم أيها الصائمون أن ادخلوا الجنة من باب الريان، فللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة حين فطره وفرحة حين لقاء ربه. أيها الأحباب، في يوم عيدكم هذا يأتي هذا العيد علينا بإشراقات بهية جليلة ينبغي لنا أن نتفهمها وأن نستشعرها وأن نعيشها حتى تكون حياة ومنهجا لنا في حياتنا. يأتي العيد بإشراقات كما نقول، أولاها أن هذا اليوم يوم العيد هو يوم التكبير. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يستفتح المسلمون الموحدون في مشارق الأرض ومقاربها عيدهم هذا بتكبيرات صادقة يعلنونها، ترتد منها السماوات والأرض والجبال، ليعلنوا أنهم موصولين بالله سبحانه وتعالى وقد أدوا ما أمروا به. فقلها يا أيها المسلم صادقة من قلبك: الله أكبر. هذه التكبيرات التي طالبت أرهبت وأرعبت أعداء الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان حتى ولوا خائفين مذعورين أمام المسلمين الصادقين على مر الدهور والعصور. قلها أيها المسلم صادقة من قلبك: الله أكبر، حتى تعلن أن الله عز وجل أكبر عندك من كل شيء سواه. الله عز وجل أكبر عندك من التقاليد ومن العادات التي بات المسلمون لها أسرى وباتت تتحكم وتستحوذ على كل كيانهم، فلا يستطيعون منها فرارا أو فكاكا حتى ما ينتهي يوم صوم أحدهم فيسرع ويقبل عليها في جوق واشتياق. لا يصح هذا ولا يجوز. قلها من قلبك صادقة: الله أكبر، لتعلن أنك لست أسيرا لعادة ذميمة تستحوذ على كيانك حتى موت في أول ليلة بعد انتهاء آخر يوم من أيام رمضان. نرى من يدخن الأرجيلة في بيت الله هنا بعد أول آخر يوم من أيام رمضان وفي أول ليلة، لنعلن أننا نبارك الله عز وجل بالعصيان في أول ليلة تأتي بعد رمضان. قبلت الأمر أيها المسلمون متوارثا يقتدي به الأولون بالآخرين ويقتدي به الصغار بالكبار. لا يصح هذا أيها المسلم. ينبغي أن تعلن أنك طائع لله في كل أحوالك في رمضان وفي غير رمضان. ليس اليوم هو يوم طي سجادة العبادة والإعلان المعصية لله سبحانه وتعالى. لا يجوز أيها المسلم. قل: الله أكبر صادقة من قلبك، ليكون الله عز وجل عندك أكبر من كل شيء. يأتي العيد بإشراقة أخرى، هي أن هذا العيد هو يوم التزاور والتراحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لما خلق الخلق ولما فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت: هذا مقام العارف بك من القطيعة. فقال سبحانه وتعالى: أما يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذاك لك. وأعظم ما يتقرب به الإنسان من صلة الرحم هو أن يصل والديه أولا وأن يتواصل معهما ما أمكن ذلك، أو مع من بعدهما إن كان من الأموات.
ثم يصل رحمه وليتزاور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، أي الذي يقول إذا زارني فلان أزوره وإذا لم يزرني لا أزره، إنما الواصل الذي يصل من قطعه. فاخلع من قلبك ومن نفسك كل شيء في نفسك، وصل رحمك، وتزاور مع أهلك ومع أقاربك فرحة بعيد الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لنا. تأتي إشراقة أيها الأحباب مع هذا العيد لتعلنوا أن أعياد المسلمين ما شرعت في هذه الأرض، إنما شرعها المولى سبحانه وتعالى لما أقبل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأجد له يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. هذه الأعياد شرعها لنا رب السماء سبحانه وتعالى، فأي شريعة أو أي أمة على وجه الأرض الآن أتت أعيادها أمرا من رب العزة سبحانه وتعالى؟ وما في ذلك إلا إشارة لتميز هذه الأمة عن غيرها من الأمم، فلا تقلد ولا تتبع ولا تنحرف عن الطريق القويم والصراط المستقيم الذي رسمها له ربنا سبحانه وتعالى. يأتي العيد بإشراقة أخرى، وهي أنه يوم التصافي ويوم التسامح ويوم العفو ويوم الصفح، فما أعظم أن يعيش الناس في تواد وتراحم وتعاطف بينهم كالجسد الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الأمة كلها بذلك، فينبغي أن يتراحم المسلمون وأن يتوادوا فيما بينهم، فإن كان بينك وبين أخيك شيئا وكنت مخطئا فبادر وسارع للاعتذار، فليس في ذلك تقليلا من قيمتك أو من شأنك. وإن كنت أيها المسلم صاحب حق فكن من الفائزين والسابقين، وبادر بزيارة أخيك وبالعفو والصفح والتسامح معه. هذا العيد هو يوم نبذ الفرقة والتباغض والشحناء والتشرذم بين المسلمين. تأتي إشراقة أخيرة مع هذا العيد، وهي أنه يوم التوسعة وإدخال السرور على أهلنا وعلى كل من حولنا من المسلمين، فيستحب للمسلم أن يوسع على أهله بالطعام وبالشراب وباللعب المباح وبالمرح والترفيه المشروع الذي لا يغضب الله سبحانه وتعالى. فمن كذلك أيها المسلم ممن يوسعون على أهل بيتهم وممن يدخلون على أهل بيتهم السرور، ففي ذلك مرضاة لله سبحانه وتعالى. تقبل الله عز وجل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أقوم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.